السلام عليكم ولادي تلاميذ السنة الأولى متوسط اللي إن شاء الله بفضل الله تعالى وجوده ومنه وكرمه. غادي نزيد لكم الفرض للفصل الثالث. بسم الله على بركة الله نبدأ. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بليز وليداتي قروا معي وفهموا. أوكي. My apple يعني my friend Yanis lives in Bumerdas. كنا عدروا على هي والشي والإت وننا عدروا على واحد ولا واحدة دائما في الفيرب التعنى زيدوا الأس. أوكي. Lives in Bumerdas يعيش في Bumerdas. تحياتي قاع الناس Bumerdas. He is a pupil at Mufti Zakaria Middle School. هو تلميذ في مفتي زكريا متوسطة مفتي زكريا. Every day كل يوم. He gets up at 6:30 a.m. كل يوم ينوض على 6:00. He takes breakfast at 7:00. يشرب القهوة تاعه ولا الفطور الصباح على 7 p.m. He goes to school at 7:30. يروح للمدرسة على 7:30. After school وراء من بعد المدرسة he watches TV. يتفرج تلفزيون. He likes cartoons and football matches. يبغي الأفلام الكرتونية يعني الميكيات ويبغي لي ماتش تاع البولا بالون. His favorite hobby is reading. الحاجة تاعه اللي يبغيها هي يقرأ. يبغي يقرأ. In the evening في المساء he does his homework. يدير واجبات تاعه المنزلية. And then he goes to bed at 9 p.m. ومن بعد يروح للسرير تاعه على 9 p.m. وهنا يا هوبي. هوبي يعني الهواية. His favorite hobby يعني الهواية تاعه المفضلة هي القراءة. أوكي. I read and do. نقرأ ونفعل. I read the message above and complete this table. نقرأ هذا المساج وبعد نديرو هذا. Time. وهنا activity هنا الوقت وهنايا النشاط. Gets up يعني قيسش الوقت. Gets up يعني متى يفطر متى ينوض. 6:30 نكتبو هكا. A.M. Gets up. 7 o'clock. شا عنده يدير. He takes breakfast. نديرو takes breakfast. After school. ومبعد المدرسة. واش يدير. After school he watches TV. نديرو watches TV. Goes to bed. يروح للسرير تاعه. قيسش. 9 p.m. I read again. Then I answer the following questions. غادي نقراو تاني مجددا وتجاوب على الأسئلة التالية. Where. كنقول where. W-H question. تبدأ بالwhere. يعني أين. أين. Where does Yanis live? Live يسكن. أين يسكن يانيس؟ ديرو يانيس lives in Bumerdas. هذه ديرو يانيس lives in Bumerdas. أنا قال لك when does he do his homework? When هي متى؟ متى؟ Does he do his homework? His homework واجبات المنزلية. قيسش يدير واجبات تاعه المنزلية. هنا اش قال لك؟ In the evening he does his homework. يعني in the evening في المساء. In ولا ديرو he does ديرو هكا he does his
the evening. Okay? In the evening. Okay? وبعدين قال لك does he like cartoons? اسكو يبغي هو الافلام الكرتونيه ولا الميكيات؟ He likes cartoons. يعني yes. كي نشوفوا does ولا do يعني short question. يعني yes or no question. يعني short answer. نعطوا لهم اجابه قصيره. نقولوا yes or no. Does he like cartoon? يحب انايا. اسكو يبغي الكرتون؟ نديرو yes. شوف فاصلة. He does. هذا مكان. Yes, he does. وين قالوا لك هو he doesn't like cartoons؟ شدير no, he does not ولا he doesn't. Okay. Task 3. I copy the correct word. غادي نختارو هادو لي سينونيم تاع شرح مفردات تاع gets up. Est-ce que gets up المعنى تاعها wakes up ولا goes up ولا stays up؟ هي باينة بلي wakes up. Okay. Goes to bed تذهب إلى السرير معنى watches تتفرج. Sleeps ترقد ولا takes تأخذ. هي sleeps. Stays up. Stays up يعني تقعد. Goes يعني تذهب. Mastery. I master my language. I match the words with the correct sound. هنا هي pronunciation تاع الاس final S. هنايا النطق تاع الاس تاع فاينل اس هذه اللي كنتو فيها. شوفوا متى تنطق، نقرا لكم نقول لكم هنا متى تنطق اس، متى تنطق زد، ومتى تنطق اي زد. اوكي. انا متى تنطق الاس؟ تنطق الاس كي نشوفوا البي قبل الاس، نشوفوا البي تي الكا الاف والث اللي تنطق الث ماشي اللي تنطق الد. اوكي هذه هي. هادو نقراو اس. هادو كي نشوفوا هادو تروح ديرهم في الاس. كي نشوفوا في الزاد، كي نشوفوا البي دي جي في ذ هذه اللي تنطق ذ، والال نشوفوا الان والان والار وكاع الفاولز يعني لي فوايل كاع والديفتونكس هادو ننطقوهم زاد. دوك نتوما ما تعرفوش الديفتونكس ولا حتى من بعد، يعني تشوفوا الفاولز لي فوايل تنطق زاد. والايز متى تنطق؟ ساهله هذه تاع الايز. كي تشوفوا الاس اس اس، تشوفوا الاكس، تشوفوا سي او، تشوفوا قطريه الاس اش سي اش، وتشوفوا جو. هذه تنطقهم الايز. دوك نروحوا هنايا في رحبه نشوفوا اسك كاينه منها ولا لا. هنايا قرا قبل ما ننطق انايا قولوا كاين الكا نيشان كان روحو هيا ديلكا يعني نطقوها اس. لايكس نيشان هاي تخدم لايكس. هنا كاين الاس قبل الاو اس، هادي قبل الاو اس كاين اس. وراي هنا هي الاس تنطق ايز. هورسز صحيح كاي تمشي معنا. دروك نروحو عند جي كاين الجي تنطق زاد. جي دوغز 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 يعني كلاب. هورسز يعني هورسز يعني الحصينة. لايكس يعني يحب.
نروحوا دروك نشوفوه. هنا كاين السي اش، نروحوا عند السي اش. هادي سي اش تنطق ايز ماتشز، شتو كي تمشي معانا. وهنايا كاين تي قبل الاس، نروحوا نشوفوا تي. تي يعني جيتس بالاس. صاي ولادي، نتمنى كراهي مفهوماسي وعقلوا لادو باش تعرفوا ديروا هاد السانس. اوكي، انا نروحوا للتمرين الموالي. قال لك هنايا بون، قال لك اي ريورد اي اوردر the words to get correct sentences. هنايا غادي هادو راهم ماشي مبعثرين، وحنا غادي نرتبوهم. اوكي، هنايا where does your father work، اين يعمل والدك. where هي اين. Time you get up, what do. يعني متى تستيقظ، شنديرو. What time do you get up. What time do you get up. ديرو هكا. What time do you get up question mark. اوكي، هنا قال لك have I at lunch full stop midday. شنو نقولوا؟ I have lunch at midday، نفطر على في منتصف النهار. midday هي منتصف النهار. I have lunch at midday. اوكي، هنا قال لك does يونس when TV question mark TV match. هنايا مادام كاين وين نبدو بها. when يعني متى، when does دائما do والdoes يجو مر هادي. when does يونس watch TV. متى يونس يتفرج على التلفاز. انا قالك I choose the correct verb form. انا يا غادي نخير. ولادي ما تخافوش، انا كاين لايك وكاين لايكس، تبعوا لي اللي فيهم الاس واللي فيهم بلا اس. I you we they. دائما ولادي روحوا خيروا الاولى اللي ما فيهاش الاس. like I you I like you like we like they like she he it. هادو يمشوا مع likes. هذا ما كان، نتمنى كراهي واضحه. هنايا I like not do like. كان قالوا لنا هي نقولوا likes، باسكو شي والهي والإيت نزيدو الإس. هذا ما كان. My mother prefer or prefers ducks. أنا شا قلنا my mother يعني she prefers، نزيدو الإس دائما. شي والهي والإيت نزيدو الإس يعني my mother prefers ducks. ما أنا قلت لك I like cats، أنا نبغي القطط، أنا أحب القطط. أمي تبغي ducks. okay. she have ولا has a duck. بون إيه قاعدة دقيقة، أنا لو كان قلنا she ولا I شنقولو لا كنقولو I مشي my mother، كنقولو I ولا we شنديرو prefer. صحيح. درك نروحو هنا لشي have ولا has. درك نروحو نقول لك I you we they يمشو مع have. she he
it يمشوا مع الهاز وشي كي نقول شي يعني my mother أمينة وكي نقولو هي my father my brother اوكي و it نقولو cat ولا dog ولا اوكي يعني she have ولا she has شاكونا she has a dog it is ولا I am صافي هذا في كاع اللي قريتهم هذا الفيرب تو بي الفيرب تو بي انا هي الفيرب تو بي هي I am you we they هادو are she he it is okay I وحدة I am you we they are شي والهي والإت إس أوكي هنا يقلك إت إز ولا إت آم شجي شي قلنا إت إز إت إز شي إز هي إز هذا الفيرب تو بي مين تنديرو آم نديرو آي آم آي آم آم تمشي غير مع آي أوكي واليو والوي والدهي يمشو مع الآر كان قلوك يو نديرو يو آر كان قولا وي We are, they are. حفظوهم ولادي. I am, you, we, they are, she, he, it, is. You are, we are, they are, she is, he is, it is. Okay? تمنى كراهي واضحة. صافي هنا شنديرو. It is. It is big and brown. قالك she has a dog. عندها كلب. هو كبير و بني وكبير ومعهم اوكي situation of integration الوضع هي الإدماجية I look at the pictures نشوفه في التصاور and I complete this paragraph to describe my daily activities ونكمل هذا paragraph باش نكمل daily activities النشاطات اليومية تاعي every day شراهي يدير هنايا I لولا get up at بس عشان نقولو 6 ونص half past 6 a.m. a.m. يعني صباحا وال p.m. يعني مساء I watch myself ولا I watch I watch I wash I wash myself ولا I wash my face أنا نقول I wash بالأسهش I wash my face نغسل وجهي and get dressed ونلبس at half past seven عاد السبعة ونص I have breakfast I have breakfast ولا my breakfast I have breakfast I عال 47 شنين I go to school at quarter to eight يعني 8 قلب at midday في منتصف النهار midday يعني منتصف النهار عا 12 نديرو I have lunch I have lunch كنقولو العشاء شنقولو I have dinner كنقولو العشاء نقولو I have dinner بصح كنقولو الفطور midday نقولو I have lunch after school وراء المدرسة من بعد المدرسة I شاهدي watch مشي watch watch نتفرج watch بالسيقاش نزيدو لها التي I watch TV نتفرج لا تلفزيون in the evening في المساء I شاهدي ينجز الواجبات تاعها المنزلية I do my home work
يدير الواجبات المنزليه تاعه. I go to bed ولا I sleep. I sleep ولا I go to bed. في زوج إجابة صحيحة. At about على حوالي half past 9 p.m. على 9:15 نحاول نقراها لكم. Every day I get up at 6:30 a.m. I wash myself, my face and get dressed at 7:30. I have breakfast. I go to school at 7:45. At midday, I have lunch. After school, I watch TV. In the evening, I do my homework. I sleep, ولا I go to bed, at about 9:30 p.m. حجوا لدي تروحوا تجيبوا مريسالكم. تبعوا التصاوير. كما طولكم الصور تبعوهم. أوكي؟ بهذا نكون قد أنهينا هذا الموضوع. شوفوا لدي. إن شاء الله ما تتسرعوش. إن شاء الله تكونوا فهمتوا معايا. وإن شاء الله تكون هذه مراجعة عامة للمال في كل شهادة. جاء الدروس اللي درتوهم في الفصل الثالث في الفرد. وربي يحفظكم وليداتي. وإذا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لي شام. اشتراك في القناة اللي لا مش مشترك. تفعيل الجرس. وإذا بغيتوا تدخلوا للقناة الثانية. ماذا بيكم تتفضلوا العالم بي أو نوت بي مور. ربي يحفظكم وليداتي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.